السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي جمعنا لكم فيه واحد المعلومات جد جد مهمة ومن مصادر كما العادة. كما كتعرفوني انا راه ما كنجيبش شي خبر الا اللي كان مصدر، لانني انا مهني عضو في شي منظمة حتى شي حاجة، يعني ما يمكنش الخبر نجيبه من راسي. الخبر كاين مصادر موثوقة ومن يعني من اهل الاختصاص كما كنقولوا، يعني من ناس سياسيين ومن الجرائد ومن ناس محللين، يعني ماشي مصطفى البارودي هو اللي كيدير هاد العناوين او لا هو اللي كيجيب هاد الافكار. هذه امور كنجيبها لكم انا بالدلائل، ولا لاحظتوا راه يعني هاد الفيديوهات الاخرين راني وليت كندير لكم يعني داكشي اللي كنقرا في البي سي الجريده، كنحطها لكم، كنحط لكم مصدر باش اللي يبغى هو يدخل بطريقته يدخل. غنحطها لكم في صندوق الوصف، غادي نحطها لكم في اول كومونتير، غنحط لكم جميع هاد الروابط هادو ديال هاد الجرائد باش تدخلوا نتوما تقراو وترجموا. راه كاينه الطريقه ديال الترجمه، كيولي كلشي عربيه وقرا مع راسك باش تفهم. المهم خوتي، من ضمن الاخبار خرج وزير ديال الفلاحه يعني وقال بانه ما كيستبعدش، وانا غادي نخلي لكم نقرا لكم كل شيء. زائد الملك ديال اسبانيا حتى هو وصلوا الخبر وراه كيتحاور دابا مع المزارعين والفلاحه وكيراجع المشاكل ديالهم. يعني زائد واحد المنظمه اسبانيه كطالب حتى هي باش انهم يفتحوا الوراق ويصيبوا التسويه. هذا الشيء كامل اخوتي غادي نقراوه دابا وغادي تشوفوه دابا بعينيكم. ما عليكم الا تكملوا معنا الفيديو، واللي مازال ما مشتركش يشترك معنا وراك على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وان شاء الله راني دائما كنبحث وكندير مجهود باش نحط لكم معلومات تكون يعني قانونيه ومصدر موثوق، وراني والله العظيم كنبحث مزيان باش انا كنوصلوا لهذه الامور. وما ننساش انا نشكر اخوتي كاملين اللي حتى هما كيسهروا على هاد المواضيع، مثل مثلا الاخ كريم، الاخ حسان، والاخ ريان، وبزاف ديال الاخوه كذلك اللي كيسهروا على باش انهم يعني يعطوا واحد المعلومه مفيده وفي واحد القالب. ونشكر جميع اخوتي اليوتيوبر كاملين بدون استثناء جميع اليوتيوبر اللي كيوصلوا المعلومه الصحيحه للناس وكيخدموا عليها. اخوتي احنا غادي نشوفوا دابا، غادي ندير لكم اخوتي يعني داكشي من مصادر، وغادي نشوفوا الجرائد. غير بقاو معنا، تبعوا معايا اخوتي الفيديو كامل ان شاء الله. احنا غادي هذا كما غادي نبداو اخوتي، شوفوا معنا هانتوما خوتي. هو هاد الجريدة، هذا المينيسترو ديال الفلاحة. ندوزو هنا ناخدو الطريقة المترجمة، ها هو من جريدة إسبانية. قالك يعني لا يغلق الوزير برانس الباب أمام تسوية أوضاع المهاجرين بدون أوراق لحل مشكلة نقص العمال الزراعيين. يعني أخوتي هاد الوزير هذا قالك ما كيسدش الباب، فهمت؟ يعني في مؤتمر صحفي قال لهم انا ما سادش الباب، يعني هذا الحل هذا راه مطروح عندنا في الطاوله باش نحلوا المشكل ديال نقص اليد العامله. يعني شنو هو الحل؟ يعني راه قال ما غاديش نسد الباب، يعني ما مش محيدينش الفكره من راسنا ديال اننا خصنا نصيبوا الوراق للمهاجرين باش انهم يعني نحيدوا هاد المشكل ديال نقص اليد العامله في الكامبوس. يعني اخوتي ها هو وزير، ها هو اخوتي، واش كتعرفوا؟ دخلوا للجريده نحط لكم لين. يعني احنا بغينا ان شاء الله غير نفرحوا كاملين، وتا بلاد ديال اسبانيا تزدهر لان دابا عندها واحد المشكل في يد العامله. نقراو اخوتي، هانتوما وزير الزراعه والثروه السمكيه والاغذيه يعني بلانس يرد على ماردي اونور في المؤتمر الصحفي يوم الاربعاء، نهار الاربعاء. هل اقترحت الحكومة الإسبانية تسوية وضع الآلاف المهاجرين بدون أوراق كتدبير لحل المشكل الخطير المتمثل في نقص العمالة يعني اليد العاملة التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة الإغلاق الحدود الناتجة عن الأزمة الصحية بسبب انتشار فيروس يعني كورونا؟ إنها مسألة منذ أن تم إصدار حالة الإنذار من قبل منظمات أصحاب العمل المختلفة والمنظمات، أنتم أخوتي منظمات غير الحكومية، وليس من المستغرب فقط في ويلبا. يعني ويلبا أدت القيود المفروضة على الاتجار بالبشر بين البلدان إلى شبه ما يسمى بالتوظيف في المصدر، مما سيمنع وصول أكثر من 10,000 عامل مغربي. أخوتي راه كانوا غادي جايين 10,000 عامل مغربي، يعني التجار بالبشر غير جوجل ما كيترجمش مزيان. يعني التجارة البشر يعني كان اسبانيا يعني كانت كتكري، مش كتكري، كانت كدير عقود موسمية من المغرب وكتجيب الناس وكتجيب من رومانيا الى اخره بزاف البلدان. لكن المشكل ديال الوباء ديال كورونا سد الحدود يعني، ودابا راه عندهم نقص في يد العاملة كبيرة. يعني راه دابا ما عندهمش يعني هذا المنتوج الفلاحي باش انهم يعدوا باش يهدوا. زائد الاقتصاد ديال اسبانيا اللي مبني على الفلاحة خص الدولة. هذا نظر المزارعين كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، نظر المزارعين كنت انا من الاوائل اللي حطوا الخبر.
نظلموا مزارعين مع بزاف ديال الاخوان، نظلموا مزارعين هنا راسماليين، ناس صحاب الفينكات كيدويو مع الحكومات الاقليميه ديالهم، لان عندهم احكام ذاتيه. الحكومه كتبلغ بيدرو سانشيز اللي هي الحكومه المركزيه ديال اسبانيا بان راه عندنا مشكل في اليد العامله، عندنا نقص، الاقتصاد غادي يطيح، زائد ما غاديش اسبانيا تلقى ما تاكل، زائد اسبانيا كتصدر حتى لبزاف ديال الدول. يعني اخوتي النقص في اليد العامله حاد، يعني داك الناس اللي كانوا يجيبوهم من المغرب ما يمكنش دابا يجيو، داك الناس اللي يجيبوهم من رومانيا وبلغاريا دوكش ما يمكنش يجيو هاد العام، لان الحدود مسدوده كما كتعرفوا. يعني هما دابا حاطين كما قال الوزير ما شديناش الباب قدام هاد الفكره ديال، على هاد الفكره ديال اننا نصيبوا المهاجرين غير الشرعيين ولا غير القانونيين اللي هنا ما عندهمش الاوراق، اننا كحل يعني باش نحيدوا هذا المشكل هذا. يعني ان شاء الله الوزير قال لك احنا يعني بالمعنى ديال المقوله ديالو ديال ما سدوش الباب بالمعنى ديالها، راه حنا كنفكروا راه من ضمن الحلول المقترحه علينا باش اننا نحيدوا هذا المشكل ديال نقص اليد العامله، هو اننا نعطيو الاوراق للناس اللي ما عندهمش الاوراق باش يخدموا في الفلاحه. انتم اخوتي كما قال بان 10000 كانوا غادي يجوا من المغرب المشارك في حصاد الثمار الحمراء يعني الفريزه، والعدد من الالاف الاخرين حتى 50000 وفقا لحسابات بعض المنظمات الزراعيه القادمه من دول هذه. ما نحاول باش ما نطولش باش ندوز الزرائر الاخرين. على الرغم من انه اكد انه منطقيا علينا ان نتكيف وعلينا ان نجد حلا مناسبا، يعني خص ضروري يكون الحل، يجب ان نتكيف مع الوضع ويكون حل مناسب يعني لاحتياجات اسبانيا والاحتياجات الزراعه الاسبانيه. يعني اخوتي الزراعه الاسبانيه كنقول لكم راه هي كتمثل الاقتصاد الاسباني، وكتمثل يعني كاي بلدان ونورمالمون بانها كتمثل يعني الامن الغذائي ديالها. يعني هذا الموضوع ما يمكنش انه، وقبل كل شيء الاحتياجات التي لدينا في الوقت الحالي فيما يتعلق يعني بالكورونا. اما اخوتي هنا شفتوا مثال البرتغال، لان بلا ما نقرا هذيك، لان البرتغال كانت فتحت القانون وعطت لجميع المهاجرين في هذا الوقت في هذه الازمه، عطاتهم الاوراق وسرعت لهم الناس اللي طالبين اللجوء قبلاتهم تقريبا كاملين، والناس اللي كانوا دافعين الدواسه وكانوا في اثناء الدراسه قبلاتهم كاملين باش انهم يستافدوا من الصحه ويهزوا لها اليد الحامله في البرتغال الى اخره. يعني اسبانيا راه دابا كتفكر في هذا الحل. انتم اخوتي غادي نمشيو لجريده اخرى كما كتشوفوا معنا، انتم جبنا لكم داكشي مصادر اي التي ها هو الراي، ها هو اخوتي الملك ديال اسبانيا كما كتشوفوا معنا، يعني ها هو انظروا الطريقه الترجمه عندنا هنايا، عندنا مشكل كونيكسيون. هانتوما الخوت بلاتي هوب، هانتوما هذا الملك ديال اسبانيا خوت، يعني الدوسي راه جدي، يعني الامور وصلت للملك ديال اسبانيا العاهل الاسباني. الملك يتصل بالمزارعين ومربى المشي، يعني راه دار البارح معاهم اتصال يعني مباشر، وعاودوا لي على المشاكل اللي كيعاني منها القطاع الزراعي. يعني ها انتم اخوتي هو الملك ديال اسبانيا، هل كيعدوا القطاع نهار 4 في شهر 2، يعدوا القطاع الميداني الاساسي في المواقف العادية، لأن أحد أعمدة حل الإنذار من خلال ضمان الإمدادات الغذائية للسكان. يعني كما قلت لكم واحد الحاجة اللي ضرورية. تمكن الملك يوم الخميس الماضي من التحدث مع العديد من التعاونيات الزراعية للتعرف على المشاكل التي يواجهونها في الصباح التي يواجهونها في الصباح كان على اتصال بممثلي المزارعين ومربي المشية من إكستراماتورا واحد الإقليم في ألميريا، مع مختلف التعاونيات يعني حتى في ألميريا ومرسيا بزاف، يعني اتصل بجميع الناس يعني المسؤولة على الفلاحة التعاونيات وإلى آخره. ها هو المشكلة الشائعة التي أثاروها، وهي أن العمل في الميدان يتأخر بسبب انخفاض القوة العاملة. قالوا ليه راه المشكل اللي علاش الانتاج ما عندناش، علاش الاقتصاد ديالنا مازال يعني الاقتصاد ديال اسبانيا ممكن يتضرر، وعلاش الانتاج يعني ديال الفروته ديال الفواكه وديال الخضر ما كاينش، لاننا قالوا له العاهل الاسباني الملك ديالنا بان عندنا مشكل في اليد العامله، خصنا نديروا لنا حل، خصك سعاده العاهل الاسباني خصك دير لنا حل. يعني هما كما كتشوفوا راه دوا معاهم في فيديو، لانك تعرفوا ما يمكنش دابا يجتمع معاهم، دابا كيجتمعوا غير باللي فيديو، اجتمع مع جميع المسؤولين على الميدان الزراعي وحكوا لي المشكل. قالوا لي هانتوما اخوتي هانتوما ان العمل في الميدان يتاخر بسبب انخفاض القوه العامله او الذين يعانون من المرض او الحجر الصحي للعمال.
يعني حتى العمال كاين اللي داير الحجر الصحي، وكاين النقص زائد ناس اللي مرضوا، مما يزيد من صعوبة النقل في مجموعات يعني حتى التنقل بشهادة. دابا خوتي كما كتشوفوا هنا في اسبانيا التنقل الطوموبيل تهز غير واحد، لما كنتي غادي للخدمة واحد القدام واحد اللور، ما يمكنش تزيد عليها. بالإضافة إلى ذلك يأتي العديد من العمال الموسميين من دول أخرى ولا يمكنهم السفر إلى إسبانيا. يعني كنا كنجيبوا واحد العمال من المغرب ومن دول أخرى، ولكن دابا ما يمكنش يجيو لإسبانيا. يعني خصنا نديروا شي حل. يعني أنتم أخوتي شنو هو الحل اللي غادي يكون؟ العمال ما يمكنش نجيبوهم، الفلاحة ما يمكنش لينا نستغناو عليها ضرورة، هي الماكلة وهي الاقتصاد. إذا الخبر في راسكم. بالإضافة إلى ذلك أدى إغلاق صناعة الفنادق والمطاعم إلى انخفاض مبيعات الجملة بشكل كبير. يعني حتى فاش تسدوا المطاعم وهذا كيحكيو لي دابا على المشاكل كاملة. نتيم التعاونيات من تسويق النبيذ ديال الخمر دول لإعلان المبيعات. تعاونت المزارعين في حديث مع المسؤول عن القطاع داخل اللي كان بالفهم متأثرا. يعني أخوتي أنت راه التنمية اللي كتصلوا به وعطاوه الدوسي بأن عندنا مشكل في نقص اليد العاملة، وعندنا مشكل لان ما نجيبوش البشر وهذا، ولكن ما قالوش ليه الملك لحد الان ما اقترحوش عليه. لكن داك الدوسي مقترح عند الحكومات الاقليميه، الحكومات يعني اللي عندها حكم ذاتي، والحكومات اللي عندها حكم ذاتي رفعوه لبيدرو سانشيز اللي هو رئيس الحكومه الاسبانيه. لكن كما شفتوا يوم الخميس حتى العاهل الاسباني الملك ديال اسبانيا دار اجتماع، يعني عن طريق الفيديو اجتماع مع المسؤولين الزراعيين، وعبروا ليه المشاكل اللي كيعانيو منها، ومن ضمنها واساسها نقص اليد العامله، ما كايناش اليد العامله، وهما عارفين وقالوا ليه بان راه كتعرف اليد العامله علاش ناقصه، لحيتاش كنا كنجيبو من المغرب، دابا ما نجيبوش لان الحدود مسدوده، كنا غادي نجيبو من بلدان اخرى، ما رضيش تجيبو لان بسبب الوباء. واسبانيا كتعاني، هي الدوله الثانيه دابا في العالم من عدد الوفيات، يعني ما يمكنش يتسامحوا في الامور ديال الصحه، لكن كذلك ما يمكنش يسامحوا في الامن الغذائي وفي الاقتصاد، اقتصاد على الاقل غير ديال الفلاحه، ولكن كيهم الامن الغذائي. يعني شنو تكون الناس، يعني هذه الامور اخوتي راه هي قريب ان شاء الله من الفرج، ونطلب الله عز وجل يعني صلب هذا البايس ان شاء الله، ان اسبانيا يحفظها الله عز وجل، وبلدنا المغرب والجزائر وبلدان العالم عامه. ونتمنوا بان القانون يتفتح في اقرب وقت، والمهاجرين مساكن هما يستافدوا، لان كما شرحت لكم واحد الفيديوهات بان المهاجر ساكن في عده مناطق ما بقاوش ياكلوا، لان ما خدامينش ووقفوا، ما عندهمش مساعدات، يعني حيت ما عندهمش الاوراق. يعني ان شاء الله نتمنوا بان هذا الامر هذا يكون يستفد منه الاقتصاد الاسباني، ويستفد منه الشعب الاسباني، يعني عن طريق توفير الغذاء والاقتصاد يرتفع، زائد ان المهاجرين حتى هما يستافدوا يديروا اوراقاتهم وتمام ساكنين ياخذوا القوت اليومي ديالهم باش يعيشوا. المهم خوتي نتمنى بانكم تبارطاجيو معنا، كما قلت لكم اخوتي هانتوما الاخبار كامله جبناها لكم من مصادر كما كتشوفوا عاوتاني، وانتم اخوتي جريده اخرى، ها هي اخوتي جريده اخرى، حاولوا نترجموا هنا باش كنحاول نترجموا باش كل شيء يقرا. راه هو دابا حاطين لكم الفيديو قدامكم باش يعني كل شيء يشوف. انا اخوتي كاين شي وحدين كيقول لك ها كتجيبوا هادشي مراسكم كذا، راه هادشي ماشي مراسنا اخويا، انا حاط لكم الروابط ديال هاد الجرائد، ودخلوا نتوما بريوسكم وقلبوا وقراو وشوفوا. حنا الهدف ديالنا هو نجيبوا المعلومه نفرحوا خوتنا، وخصوصا في هذا الوقت ديال الحجر الصحي ديال هذا الوباء اللي كان كلشي مكتئب وكلشي، يعني خصنا نمسك المهاجرين وهذا، يعني عندهم واحد الغموض في الحياه، يعني بكوننا يعني بكون بنادم ما عندوش الوراق، زائد ما عندوش ما يصرف، زائد بزاف ديال الضغوطات. خوتي ما بغيتش نطول عليكم، لكن كنشوف بان الكونيكسيون عليها واحد الضغط، ما بغاتش تساعدني. المهم اخوتي بارطاجيو معنا هذا الفيديو اللي تعمل الفائده، بارطاجيو معنا، بارطاجيو باش توصل الفكره للمجموعه ديال الناس. انتم اخوتي كما شفتوا العاهل الاسباني راه تواصل مع المزارعين وحكاو ليه المشكل. وزير الفلاحه قال لك باننا راه ذكرها بان التسويه ديال كما كتشوفوا عندهم، التسويه ديال المهاجرين راه ما يعني راه في بالهم، وما سدينش عليها الباب، يعني غادي تكون كحل. ولكن اخوتي كما كتعرفوا راه هي الحل الوحيد، هي الحل الوحيد بان باش يحيدوا المشكل ديال التغذيه، وبان الكامبوس يعني الفلاحه ما تضرش عندهم في اسبانيا. اسبانيا الاقتصاد ديالها كيعتمد على الفلاحه الفلاحه الفلاحه. انا يعني اخوتي كما قلت لكم، يعني ان شاء الله عم قريب، عم قريب ان شاء الله. ما قلتش انا ماشي قرار ديالي، انا ما جيتش قلت لكم راه
غدا ولا بعده، كنقولوا بان كاينه بوادر جد يعني جد، واحد 90% ان شاء الله ولا 80% يكونوا ايجابيين بان ان شاء الله غادي تفتح القانون. خوتي كما كتشوفوا انتم، حد ويدعو المركز الاوروبي لحقوق الطفل للحكومه الى تنظيم المهاجرين بشكل عاجل. ها هو المركز الاوروبي لحقوق الطفل كيدعو الحكومه، كيطالب من الحكومه باش يعني دير تسويه للمهاجرين بشكل عاجل. يعني انتم كتشوفوا جميع الجرائد، هذه الصحافه الاوروبيه، جميع الجرائد، جميع المنظمات الزراعيه، الناس، زائد بعض الاحزاب، زائد الجمعيات، يعني كل شيء كيطالب. يعني يوم الخميس اجراء يوم الخميس اجراء جمع التوقيعات بحيث تقدر حكومه بيدرو. اطلقت المفوضيه الاسبانيه لمساعده اللاجئين سانشيز التسويه العاجله ذات الطابع الاستثنائي للمهاجرين. يعني التسويه العاجله، عاجله عاجله، شي حاجه مزروبه، صيبوا الناس ورقيهم عاجلا باش الاقتصاد يتعافى. المهاجرين بالنظر الى حاله القلق التي يثير الازمه من فيروس التاجئ، السلطه التنفيذيه المركزيه على اثر الحكومه، وبهذه الطريقه تطالب منظمه التعاون الاقتصادي والتكنولوجي البرتغاليه توصيه مجلس اوروبا بتنفيذ تدابير التسويه الاستثنائيه على وجه السرعه، على وجه السرعه، هانتوما خوتي، على وجه السرعه من اجل ضمان حقوق الاجانب في اسبانيا. انا خوتي هذه المنظمه هذه قالت لي بان خصكم على وجه السرعه، ما نطولش، طولت عليكم بزاف، ماشي من العاده ديالي نوصل ل 16 دقيقه، لكن اخوتي نتمنى بانكم تبارطاجوا معنا جيم وكومونتير، ونتمنى من الله عز وجل بان عند عم قريب تطبق هذه الامور اللي كتطالب بها هذه المنظمات. لوزير وزير في الحاجه بان ما ساتش الباب، لا الدوسي وصل يعني عند الملك. يعني المشاكل اللي كيعانيو منها الفلاحه وهي من ضمنها نقص اليد العامله وخصم اليد العامله. اذا ان شاء الله عم قريب، عم قريب غادي يكون خير. كان معكم اخوكم مصطفى البارود كما العاده، تحياتي لكم ومع السلامه. واللي مازال ما منضمش لينا ينضم للعائله ديال اخوكم مصطفى البارودي ويشترك. تحياتي لكم على راسي وعيني، تحياتي.